ان شاء الله رمضانكم مبروك. الموضوع نتاع اليوم باش نحكي لكم على الكولتور والا لسبري دو ريكلاماسيون. اول حاجه اش معناها ريكلاماسيون؟ الريكلاماسيون هي وقت ان كليون يشري ان برودوي من مغازان والا من شركه والا من حانوت والا من اي بلاصه اخرى ويلقى دي ديغا في البرودوي هذاك، مثلا مكسر والا عادم والا ما يمشيش والا غير مطابق للمواصفات اللي لازم يكون عليها. وقتها لي فاكتور هذوما يخليو الكليون ان ساتيسفاي بالبرودوي هذاك، ولازم اول ايتاب يعملها انه يرجع للفوندور والا للشركه الاولانيه اللي هي المصنعه للبرودوي هذاك ويقدم شكوى والا فيدباك يقول لهم البرودوي نتاعكم راهو بي وبي. المشكله العويصه في تونس انه التونسي اول اكسيون يعملها كي يلقى برودوي مكسر انه يصور البرودوي هذاك ويهبطه على لي ريزو سوسيو ويبدا يشهر باسم الشركه هذيك ويدعو الناس للمقاطعه نتاع الشركه هذيك. نحب نقول لكم اللي الاكسيون هذه راهي تصرف ماهوش صحيح، على خاطر الفونجانس والا الموفيس فوا وراء العمل هذا ماهوش باش يرجع عليكم لا انتم بفايده لا الشركه بفايده. علاش؟ على خاطر من جهه الشركه ما سمعتش حتى ريكلاماسيون، ما جاتها حتى شكوى، ماشي في بالها اللي لي برودوي نتاعها مريقلين، خسرت لي زوبورتونيتي نتاعها من انه الكليونتيل يرجع لها ويقول لها راهو البرودوي نتاعك بيه وبيه ورانا مانيش ساتيسفاي، ماشي في بالها كل شيء مريقل. اور هي في الحقيقه قاعده تخسر في سمعتها وقاعده تخسر في الكاليتي نتاع المنتوج نتاعها. والمشكله الاكبر انه ماشي في بالها اللي هي عندها دي كليون فيدال، اور هما لي كليون هذوما ماهمش فيدال. علاش؟ على خاطر كان جاي كليون فيدال باش يرجع للاصل نتاعو ويقول له راهو عندك الحاجه هذيك صلحها وصلحها على خاطرنا نحبوا نكملوا معاك ونحبوا ناخذوا لي برودوي نتاعكم دو بون كاليتي. ومن جهه اخرى الكليون ماهوش واعي بانه المارشي عاطيه الحق الكامل انه يبعث ريكلاماسيون لاي شركه، مش هو اول حاجه يوصل الدوغري دو ساتيسفاكسيون نتاعو للشركه هذه، ومن جهه اخرى زاد يساهم في انه الشركه تكون بلو رونتابل و بلو بيرفورمان. بالطبيعه الريكلاماسيون تنجم تصير بميساج والا بميل مصور فيه التصوير نتاع البرودوي هذاك والا تليفون والا على اي طريقه اخرى، المهم توصلوا اللي البرودوي هذاك ماهوش عاجبكم للشركه الام اللي هي مصنعه للبرودوي هذاك. في تونس ماشي في بالنا انك نعملوا ريكلاماسيون راهي ماهيش باش توصل، اور هو العكس، هذاك باز صحيح نتاع الشركات الناجحه انها تعطي قيمه كبيره للريكلاماسيون على خاطرها في بارتي من المانجمنت نتاعها وهي تسعى لانه الكليون يكون فيدال وقاعد في الباز الصحيحه نتاعها. دونك لي ريكلاماسيون نتاعنا راهم تريتي، وفي برشا حالات اللي تعبات رجعوا لهم الشركات ياغور تحليب اي حاجه ستيكات كبار نقولوا احنا رد اعتبار وباش يربحوا الفيداليتي نتاع الكليون هذاك. مانيش نغري فيكم ونقول لكم كي تعملوا ريكلاماسيون راكم باش تربحوا حاجات بلاش في جرتها والا باش يرجعوا لكم فلوسكم، اما راهو تاكدوا ماهياش ان ابيرسو. كيما انت زاد باش تمشي ريستورون باش تعيط لفلان ما عجبتكش الماكله، عندك كل الحق تقول له راهي الماكله ما عجبتنيش والا زايده تياب والا ناقصه تياب، وانتم وقتها تشوفوا فما شكون يقول لك لا ما تخلصش والا بدلها لك والا شنو تحب نجيب لك حاجه. هذيك نوع نتاع ريكلاماسيون تكون ناجحه، تكون النيه نتاعها طيبه على خاطر البرودوي بالحق ماهوش ناجح في الوقت هذاك. الاكيد انكم لاحظتم راكم كي تدخلوا على الاب ستور زاده والا اي حاجه باش تصبوا ابليكاسيون تشوفوا الخمسة نجوم ديما بعد ما تصبوا الابليكاسيون والا بلاصه مكتوب عليها فيدباك. الشركات هذوما واليوزرز هذوما عاملين قيمه كبيره للريكلاماسيون والفيدباك نتاع العباد هذاكم، علاش ديما تلقاهم 5 اتوال 4 اتوال؟ فما عباد كاتبه وديما يرجعوا على الفيدباكس نتاع العباد على خاطر هما يمنوا انه الساتيسفاكسيون نتاع الكليون تهمهم وتعاونهم فاصون بلو بيرفورمانت انهم يطوروا في البرودوي نتاعهم. شركه بالنسبه لها 100% نجاح راهو لازمها ريكلاماسيون، شركه كي تبدا ما عندها حتى ريكلاماسيون تاكدوا راهي بالنسبه لها هي فشل، وبالنسبه للي برودوي نتاعها الكاليتي ماهيش باش تزيد، وبالنسبه للكليونتيل راهي باش تتفرط وما عادش تكون عندها باز نتاع كليون فيدال. بالطريقه هذه نفهموا راهي الاكسيون نتاع الفونجونس على الفيسبوك وعلى لي ريزو سوسيو باش نفضحوا لي برودوي والشركات راهي ما ترجع علينا وعليهم كان بالحاجه الخايبه وسورتو على البلاد. دونك انا ندعوكم اليوم باش انتم
تاخذوا الكولتور هذه نتاع الريكلاماسيون، راهي كولتور مستعمله برشا لبرا وبقيمتها، وسي اون سيونس معناها دي زيتود قاعدين يخدموا عليها وعلى ساتيسفاكسيون نتاع كليون. ويزيد هذايا حقكم الاولاني انكم تعطيو الفيدباك نتاعكم سواء باهي وسواء خايب، اما ماذا بكم في الخايب ما تسكتوش. اللي انتريسي بالموضوع هذايا ينجم يلوج في اليوتيوب ويتفرج في فيديوهات على الكولتور كليون ولا اكسبيريونس كليون باش يفهم الحكايه هذه موجوده في المانجمنت نتاع لي زونتربريز، منها يثقف ومنها حاول يوصل المساج هذايا، على خاطر الكولتور هذه مازالت ماهيش موجوده في تونس ومستحقينها برشا برشا. وبربي يزيو من الفيسبوك، راهو قاعدين تضروا به في رواحكم وضروا به في البلاد. ديما عندكم البي سي، عندكم جوجل، نجموا تكتبوا اسم الشركه تلقاو السيت ويب نتاعها، تلقاو الميل تصويره للبرودوي، ميل باهي من غير سبان ومن كلام خايب، وتبعثوا الميل وانتم استناو تشوفوا اوموا راهو باش يرجعوا لكم ميل يعتذروا فيه. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باسبري دو توليرونس احسن، وفكروا في بلادكم وان شاء الله ربي معاكم الناس الكل.